لا احمد حسين عايز جلد جدا بالدبلوم. ايه اليوم ما ادري حاس خربان بالعصر عمي ما ادري شنو عندي شغله وهذا يا مش عندك قال والله كل شيء مزاده كل شيء ما عندي كل شيء قلت انا خاف هذاك من الجميل من قال 17؟ انا اول ما اشتكيت 17 قلت شو بينها كبيره.